البول كيبرز حراس المرمى، بس كان أول مرة أسمع عن كرش كيبرز أو حراس الكرش. كرش كيبرز جروب على الفيسبوك، مجموعة كان بيجمعهم هواية واحدة أو اهتمام واحد. قبل رمضان بشوية أسابيع قالوا تعالوا نعمل جروب يا جماعة نتبادل فيه صور ووصفات لأكلات بجد بتريحنا نفسيا مش بس بتشبعنا. الجروب ابتدى يعني أكيد مئات ألاف، إنما خلال أقل من 3 شهور جروب كرش كيبرز بقى فيه أكتر من 2 مليون مواطن ومواطنة بيتابعوا وبيتفاعلوا مع الوصفات. كرش كيبرز، لازم قبل ما ابتدي الفقرة أقول تحذير هام، أي حد بيعمل ريجيم اوعى يدخل عليه. أي حد عايز يخس أو يحافظ على وزنه هذا الجروب خطر على حياتك، لأنه وإحنا بنحضر الفقرة وعمالين نتفرج على صور الوصفات بنتفرج بس زدنا 2-3 كيلو. خلينا نشوف كرش كيبرز. يامي يامي لوك سو جود، يامي يامي لوك سو، يامي يامي لوك سو جود، يامي يامي لوك سو جود. أحمد جمال مهندس اتصالات، أحمد صبري مهندس اتصالات، برضو نسمة أشرف مدرسة، وكلهم أعضاء في كرش كيبرز. أهلا يا نسمة، أهلا بيكي، أهلا يا باشمهندس، أهلا يا باشمهندس أحمد أحمد، اتفضلي. خليني ومعانا كمان ناس من الكيبرز، أهلا بحضراتكم. أيوه بس أنا افتكرت إنه كرش كيبرز كلكم هيبقى عندكم كروش. لا لا خالص، لا 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 هيدي هم بس هم رفيعين وحلوين هم. لا انها خدعة. انتوا الكرش كيبرز بس كلكم اوزانكم معقولة جدا. هم ناس زي الفل. مين صاحب الفكرة وليه كرش كيبرز؟ طيب كانت الناس كلها بتحسب الكالوريز بتاعة الاكل. فالموضوع كان بدا ايه لما يبخنق شوية، لو طب ليه يا جماعة ما ننطلق وناكل اللي احنا عايزينه. فجت معايا كده بالصدفه، كنا قاعدين انا وجيمي بنتكلم، فبيقول لي انا هروح العب واروح اجري ومش عارف ايه. بص لا فكك مني خلاص، انا رايح اكل واروح اربي كرش ومحدش له دعوه بيا من هنا ورايح. بس ورحت عامل الجروب، وبعد كده بدانا بقى في موضوع كرش كيبرز. هو الجروب كان احنا بس، يعني هو جروب مغلق. يعني ال 2 مليون و 200 الف دول مغلق، مفيش حد انكلودر متطفل يقدر يدخل. لا لا لازم احنا بنابروف المودريتورز. موضوع كبير يعني. طيب قول لي الفكره. هو الفكره كلها صبري عمل لي اد ثاني يوم الصبح، لقيته صمم خلاص انا كرش كيبر وهنكمل في الموضوع ده. فتمام، كنت انا وهو وناس صحابنا قليلين جدا، مجرد ان احنا بنشوف مطاعم جديده، خروجات حلوه، اكلات حلوه، وبنجرب وبنعمل انفايت لبعض. جروب خدمي. يعني لينا احنا بس الجروب بتاعنا، يعني الجروب بتاعنا. جاء صبري اتشغل شويه، سافر كده وسابني شويه، فكنت قاعد بقى تقريبا عملت اد لاسكندريه كلها. كل معانا من اسكندريه ولا في ناس من القاهره؟ لا في ناس من القاهره. لا في ناس من القاهره. لا في من هنا ومن هنا. على دخله رمضان والناس بقى بتحب الاكل في رمضان، يعني الحلويات وكده، الجروب كان بومينج كبير طبعا. يعني زدنا يعني في رمضان زدنا مليون مثلا ممبر في رمضان. بس في حاجات بتميز الجروب ده، يعني احنا فهمنا انه مش اي حاجه، يعني انتوا عندكم معايير لانه حد يحط وصفه او يدخل او كده، في معايير قاسيه جدا. مش قاسيه، يعني هي علشان برضو بنراعي الكروش اللي موجوده على الجروب، علشان لازم طبعا بنبقى عايزين نميك شور ان الحاجات اللي نازله دي طبعا حاجات لائقه،
مش اي بوست. ما هي دي الفكره اللي جاي منها البيندينج بوست، ان المودريترز او كلنا شغالين عليها، ان احنا بنأكسبت البوست اللائقه اللي هي اولا بتتكلم عن اكل. طب والنبي والنبي البط المحمر ده لائق؟ لائق. المكرونه بالبشاميل دي كلها على فكره لائق عليها. هقول لحضرتك لو ده مش لائق ايه اللي يبقى لائق؟ يا جماعه ده السفره دي تودي السجن. من الناس تقريبا مش مستنيه ان هم يتصوروا، يعني هم هجموا على الاكل على طول. يعني ده حد من الجروب بعت لكم السفره اللي معموله يعني في بيتهم؟ اه عامل بوست. يعني دي بتبقى البوستس اللي بتنزل اللي احنا بنعمل لها ابروف او اللي هي بتنزل دايما على الجروب، بتبقى بوست للاكل، حد عامل سفره، حد عامل صنف اكل مخترع فيه حاجه فبينزله. الفكره ان احنا بندلع نفسنا، بنحب ناكل الحاجات الحلوه، بنحب ما بنحرمش نفسنا من حاجه، بس مش لازم انك هتلخبط تلخبط كل يوم يعني. يبقى في وقت انت بتلخبط فيه، وانت عارف برضو صحتك مهمه يعني. بالظبط. ومش لازم اللي يدخل على الجروب او يبقى ممبر في كرش كيبرز ان هو ليترالي يكيب الكرش بتاعه. هي الفكره ان احنا يعني نستمتع بالاكل، يعني واحنا بناكل نستطعم بالاكل، ننقي الاكل اللي هو فعلا بنتذوق بيه، نبقى مبسوطين واحنا بناكل، مش نملى وخلاص. يعني هي دي الفكره.